السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة جديدة في مساق إدارة قواعد البيانات لتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة. في المحاضرة هاي راح نحكي عن الجيسون والريست بي اي، وكيف احنا بنستخدمهم، او ايش قبل كيف احنا بنستخدمهم، ايش هو الجيسون وايش وظيفته وايش اهميته. تمام، في البداية ايش معنى مصطلح جيسون؟ جيسون هي اختصار لكلمة جافا سكريبت اوبجكت نيشن. ايش يعني؟ بالعربي لو جينا نترجمها للغة العربية هي تيجي ترجمة لكلمة تمثيل البيانات باستخدام، او تمثيل الكائنات او تمثيل الاوبجكت تبعتي باستخدام الجافا سكريبت. فبالتالي انا بستخدم الجافا سكريبت عشان اخزن البيانات واقدر استدعيها لاحقا. طبعا الجيسون هي عبارة عن وسيلة تواصل ما بيني وبين قاعدة البيانات تبعتي اللي موجودة في سواء الويب سيرفيس او موجودة على مثلا على اللوكال داتابيز، ولكن مخزنة على شكل جيسون. امور متقدمة شوي بتكون هنا، يعني بنحكي فيها لاحقا، لكن بشكل عام انا بيكون في عندي مجموعة من البيانات اللي موجودة على الويب سيرفيس، وبدي اقدر بدي اوصل لهاي البيانات. فمن خلال استخدام الريست بايز او البايز بشكل عام والجيسون اوبجكت او الجيسون اري، بقدر استخدم هاي او بقدر استدعي هاي البيانات، بقدر اعرضها، بقدر اتعامل معها. زي ما حكينا اول شغله، الجيسون هي اختصار لكلمه جافا سكريبت اوبجكت نيشن، او تعبير البيانات باستخدام الجافا سكريبت. طبعا احنا في الشرح راح نستخدم الموقع هاد بحيث انه نستخدم الابيز الموجوده فيه، بحيث نشرح بشكل مفصل ايش موجود او ايش معنى جيسون او كيف نتعامل معها. وجد فتحت هاي في الريسورس راح يجيب لي شكل بيانات موجوده هيك، او بيانات تم وصفها، أو يعني على الشكل الموجود قدام. إيش هذا الشكل وإيش هو؟ راح نحكي فيه لقدام. الآن خليني أول شغلة نحكي عن البوستمان. البوستمان طبعا هو البرنامج اللي راح نستخدمه علشان نتعامل مع الجيسون، نفهم إيش مكونات هذا الجيسون، وكيف بدي أو كيف بدي أفهم إيش محتوياته وكيف بدي أتعامل معه. في البداية واجهة البرنامج بسيطة جدا، يعني هي فقط عبارة عن واجهة بتضيف عليها مجموعة من الكوليكشنز، مجموعة من الابايز. احنا هنشرح البرنامج الآن، احنا فقط الغرض من البرنامج نشرح ايش هو الجيسون الآن، ولاحقا راح نشرح مكونات البرنامج. فأنا راح اجي اول شغلة اعمل ريكوست للاباي هاد. الآن ايش المحتوى اللي موجود قدامي؟ اول شغلة اذا جيت اطلع فوق بشوف انه في عندي رابط. تمام، الرابط هذا هو عبارة عن الاباي تاعتي اللي راح ترجع لي البيانات اللي انا بدي اياها. بشوف جنبها في كلمة جيت. كلمة جيت اللي هي عبارة عن نوع الريكوست اللي انا بطلبه، او نوع الاباي هذا، او نوع هو يعني نوع الطلب اللي بيتعلق في الاباي هذا. فاذا بشوف انه هذا الطلب مع نوع او نوع الريكوست تبعه هو جيت، بمعنى انه بده يجيب لي البيانات. طبعا الجيت ما بقدر اعدل فيها، يعني ما بقدر اضيف او اغير في البيانات باستخدام الجيت. اشهر انواع الميثود او اشهر الميثود في الريكوست المستخدمة هي الجيت والبوست والديليت والبوت. طبعا راح نشرحهم بشكل مفصل بشكل لاحق، لكن الآن احنا بنتعامل مع أبسط شكل من أشكال الريست اب اي والجيسون. فبالتالي زي ما حكينا في عنا أول شغلة الاب اي تبعي اللي أنا بستخدمه عشان أوصل للبيانات اللي أنا بدي إياها، في نوع الميثود اللي هي مثلا جيت او بوست او بوت او ديليت او كومنت الى اخره، وراح نحكي بالتفصيل عن كل نوع من انواع هاي الميثود. واخر شغله او اخر شيء في عندي الريسبونس تبعي. الريسبونس هو عباره عن كل المحتوى اللي انا اللي بيجيني نتيجه
الطلب للـ API هاد، يعني أنا عملت ريكوست على الـ API هاد، فبالتالي الريكوست هذا بده يكون له طلب أو له نتيجة عفوا. النتيجة هاي بتكون اللي هي اسمها الريسبونس. الريسبونس بيكون فيه كل البيانات تبعتي بغض النظر ايش موجود جواها. نيجي نفصل اكتر ايش البيانات هاي. اذا احنا ملاحظين بنلاقي انه في عندي شكل من اشكال او القوس تبع المصفوفة، شكل او قوس، الشكل القوس هو قوس المصفوفة تحتي، وشكل قوس تاني اللي هو شكل القوس تبع الاوبجكت. فبالتالي ايش هاي؟ هو هذا عبارة عن اري. بالتالي هاي الاري هي اري واحدة في جواها مجموعة من ايش؟ مجموعة من الاوبجكت. ليش؟ لانه هذا انا بعرف انه هذا اللي هو القوس اللي بعبر عن اري، وبالتالي جوا الاري هاد في مجموعة من الاوبجكت، وجوا الاوبجكت هاي في مجموعة من البارامترز اللي إلها فاليو، او مجموعة من الكي ومجموعة من الفاليوز. تمام. فبالتالي صار في عندي الريسبونس، والريسبونس هاد في مجموعة من البيانات بغض النظر عن نوع البيانات هي اوبجكت ولا اري ولا ايش ما كانت، لكن بشكل عام انا بفهم انه بمجرد انا ما عملت طلب على الاي بي اي تبعي راح يجيني الريسبونس، والريسبونس هذا هو اللي حيحمل البيانات تبعتي. تمام. الان الجيسون تبعي خلصنا اول شغلة، حكينا انه هذا هو الاي بي ايز، وهذا هو نوع الميثود او الموجودة في الريكوست، وهذا هو الريسبونس. الان الريسبونس كل محتويات الرد. تمام. الآن الـ API تبعتي هي الـ أو الجيسون تبعي هي الموجودة من بداية القوس الأول لنهايته، بالتالي فأنا هذا هو الجيسون تبعي. الآن إيش أنواع الجيسون؟ أنواع الجيسون إما بيكون تنين، إما جيسون أري أو جيسون أوبجكت. فبالتالي كيف بدي أفهم أنا وين الجيسون أري وين الجيسون أوبجكت؟ من خلال شكل القوس باختصار يعني. فأنا زي ما حكينا بنعرف إنه هذا هو قوس array، فبالتالي هذا اسمه JSON array. هذا قوس الأوبجكت، فهذا اسمه JSON object. فبالتالي لو جيت أعبر عن البيانات اللي موجودة هنا، خلينا ناخدها أظن أصلا. تمام. لو جيت أعبر عن البيانات اللي موجودة هنا، خليني أجيب البيانات بس عشان أعبر عنها بشكل أفضل. تمام. فالآن لو أنا جيت أعبر عن البيانات اللي موجودة هنا، تمام، لو جيت أعبر عن البيانات الموجودة هنا، فبالتالي معنى القوس هذا إنه هذا عبارة عن جيسون أري. والجيسون اري لو فرضنا انها فيها مجموعة من البيانات، الجيسون اري هاي حيكون فيها مجموعة من الجيسون اوبجكت بغض النظر عن قديش كميتهم. يعني ممكن يكون فيها جيسون اوبجكت واحد، ممكن يكون فيها 100. تمام. بغض النظر عن كمية البيانات الموجودة فيها. فبالتالي انا في عندي جيسون اري، وهذا هو الجيسون الاوبجكت. تمام. في عندي مجموعة من البارامترز. البارامترز هاي اللي هي بتعبر عن البيانات اللي جايتني مع الجيسون تبعي. فبالتالي انا عندي مجموعة من البيانات بتعبر عنها بمجموعة من الكي والفاليوز. مثلا هنا في عندي كي اسمها يوزر اي دي، الفاليو تبعها واحد. كي اسمها الاي دي والفاليو تبعها ايضا واحد، وكي اسمها التايتل وهي الفاليو تبعها، وكي اسمها البادي وهي الفاليو تبعها. فأصبح عندي جيسون اري مصفوفة فيها مجموعة من الأوبجكت. تمام. مجموعة من الأوبجكت، هاي الأوبجكت كل أوبجكت في مجموعة من البارامترز أو مجموعة من الخصائص. تمام. هذا هو باختصار لمفهوم الجيسون أوبجكت والجيسون اري. تمام. فأنا بفهم الآن إنه هذا جيسون أري وهذا إيش؟ جيسون أوبجكت. لو كانوا معكوسين هيكون هذا جيسون أوبجكت وهذا جيسون أري. طيب هدول الشغلتين في إيش بيلزموني؟
يعني العيش بيلزمني افهم وين البداية تاعتي، او ايش البداية الريسبونس تبعي، هل هو جيسون اوبجيكت ولا جيسون اري. طبعا الان لما انا بستدعي او ببدأ اتعامل مع البيانات لازم افهم هل هاي اري بدي الف على البيانات الموجودة فيها، ولا اوبجيكت وفيها بيانات مثلا محددة بدي اخذها. تمام، الان كيف انا بدي اتعامل مع شكل البيانات اللي موجودة هنا؟ في عندي طريقتين. الطريقة الاولى اللي هي الادفانس شوي، واللي ان شاء الله بناخدها في مساقات متقدمة شوي، اللي هي باستخدام الريتروفيت. طبعا مش راح نتطرق لها الان. وفي الاسلوب الثاني باستخدام مكتبة الفولي. مكتبة الفولي طبعا هي مكتبة من جوجل عشان اقدر اتعامل مع اللي هو الابرايز بشكل عام، وبالتالي علشان اقدر اعبر او استخدم البيانات هاي واعرضها في تطبيقي على سبيل المثال. فالان انا كيف بدي اتعامل مع البيانات اللي موجودة عندي؟ اول شغلة بحتاج اعمل نسخة من الاوبجكت اللي موجود هنا. يعني انا جاييني اوبجكت، عرفت انه جايات راح تجيني اري، الاري هاي فيها مجموعة من الاوبجكت. تمام، اذا بلاحظ انه جميع الكي اللي موجودة في الأوبجكت هي نفس الكي، يعني هنا يوزر اي دي، تمام، وهنا يوزر اي دي، وهنا يوزر اي دي، لا آخر شيء يوزر اي دي، ما اختلفت، فبالتالي هذا كي ثابتة. اختلف فقط حاجة واحدة اللي هي الفاليو تبعت الكي هذا. تمام، أنا عندي مجموعة من الكي الثابتة اللي اسمها يوزر اي دي في المثال هذا، والاي دي والتايتل والبودي. طيب الآن عشان استخدم هاي البيانات لازم اروح اعبر عنها في المشروع او في البروجكت تبعي، واقدر عشان اقدر اتعامل معها. فبالتالي راح اجي اشوف هنا ايش موجود. في عندي يوزر اي دي، في عندي اي دي، في عندي تايتل، في عندي بودي. تمام، فبالتالي راح اجي للبروجكت تبعي، وبشكل يعني خلينا نحكي بشكل مباشرة جدا راح اجي اعمل نيو جافا كلاس، وسميه مثلا على نفس الاسم اللي موجود فيه هنا، او على نفس الاسم تبع الباي اللي هو بوست مثلا. فراح اجي هنا واسمي هاد بوست. تمام، الان انا عملت اوبجكت من نوع بوست. الاوبجكت هذا ايش بده يكون فيه؟ بده يكون فيه المجموعة بده يكون فيه مجموعة الكي اللي موجودة هنا. فبالتالي البوست هذا بده يكون فيه انتجر من نوع يوزر، او عفوا كي اسمها يوزر اي دي من نوع انتجر، برايفت انت اي دي، او فاليو اي دي من نوع انت، وكمان حيكون فيها سترينج او برايفت، خلينا نحكي برايفت سترينج تايتل و برايفت سترينج بودي. تمام، لقيت انا ليش عبرت عن البيانات هاي؟ عشان اقدر اتعامل معهم، وعلشان اقدر اضيف البيانات اللي موجودة عندي للريلست تبعتي اللي راح انشئها لاحقا، وراح نشوف كيف راح ننشئها. فبالتالي انا رحت على البروجكت تبعي وشفت ايش البيانات اللي موجودة هنا، وبالتالي بعد ما شفت ايش البيانات الموجودة هنا رحت استخدمتها علشان انشئ اللي هو الاوبجكت تبعي. طيب هاي الطريقة العادية او الطريقة المبسطة علشان انشئ الاوبجكت تبعي. طب لو فرضا انا عندي اكتر لو فرضا انا عندي اكتر من اكتر من كي او اكتر من بارامترز، يعني على سبيل المثال كل اوبجكت فيه 20 بارامتر، كيف انا راح اتعامل معهم؟ هل راح اروح أضيفهم واحد واحد بالطريقة هاي؟ في طريقة أبسط، إني باستخدام أحد التولز اللي موجودة في البرنامج اللي اسمه برنامج الأندرويد ستوديو، اللي هي تول اللي اسمها الجيسون أور إكس إم إل فورمات. كيف بضيف هاي التول؟ من خلال أجي على الفايل، على السيتنج، في حاجة اسمها بلجنز، أجي على البلجنز، في البلجنز راح أجي على الماركت بليس، واكتب اسم التول اللي هي حكينا عنها اسمها جيسون اور اكس ام ال فورمات.
راح تظهر لي بالشكل هذا. طبعا انا منزلها راح تظهر لي بالشكل هذا، راح اعملها انستول. بمجرد ما اعملها انستول راح الاقيها بتظهر. لما باجي بعمل جنريت راح الاقيها بتظهر فوق في البداية. تمام، الان انا يفترض ثبتت هاي التونز، ايش بدي اجي اسوي؟ بشكل يعني بشكل بسيط راح اجي على المكان الموجود فيه الرسبونس تبعي، بغض النظر بوستمان او جوجل مثلا او على المتصفح. راح اجي هنا على البروجكت تبعي، في جوا التاج تبع الاوبجكت، بعد ما انشئ الاوبجكت في جوا التاج تبع الاوبجكت راح اعمل جنريت، راح اعمل اللي هو اضغط على على التول اسمه جيسون اور اكس ام ال فورمات، راح يظهر لي ويندوز بالشكل هاد. راح اضيف الريسبونس اللي انا نسخته، راح اجي هنا اعمل له كنترول اي واعمل له فورمات واعمل له اوكي. راح اشوف انه بيجيب لي البيانات اللي موجودة في الجيسون بشكل مباشرة. يعني لو ضغطت اوكي راح اشوف انه عمل لي مجموعة من المتغيرات بشكل مباشرة بدون ما احتاج انه اكتبها بشكل يدوي. وهنا اعطاك مثال ايش هي هاي البيانات وكيف بترجع شكلها. تمام، فبتلاحظوا انه نفس الشكل اللي انا عملته بشكل يدوي، لكن هنا انشأ لي اياه بشكل يعني مباشرة، حتى انشأ لي مجموعة الدوائر الجيت والست. بس بضل علي اعمل لها الكونستراكتور تبعي عشان اقدر اتعامل معها. هاي هي الخطوة الاولى من خطوات التعامل مع الجيسون، أو الخطوة الأولى من خطوات التعامل مع الإبايز بشكل عام. طيب الآن هاي الخطوة الأولى، إيش الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أنا بدي أستخدم مكتبة الفولي حكينا عشان أقدر أتعامل مع ريسبونس بالطريقة هاي. فبمحتاج أجي مثلا هنا على جوجل أكتب مثلا أندرويد. تمام، راح اكتب اندرويد فولي لايبراري وراح يجيبني على الدوكيومنت الخاص بالاندرويد فولي. من خلال يعني ممكن اقرا هاي الامور، افهم ايش هي الفولي كيف تتعامل. وهنا بيعطيك الامبلمنتيشن تبعها او الاس دي كي كيف علشان تنزل الاس دي كي تبع الفولي. راح انسخه، راح اجي على الجرادل وأضيفه بشكل يعني بشكل مباشرة، وراح أعمل سينك للبروجكت. الآن صارت مكتبة الفولي موجودة عندي في المشروع، وهيك بقدر أتعامل مع الجيسون. لكن بتلزمني شغلة واحدة، كلاس الاب كنترول. هل لقيت الاب كنترول ايش وظيفته؟ كلاس الاب كنترول يعني هو كلاس مش مطلوب يعني حفظه، لكن هو ايش وظيفته، ايش بسوي؟ خلينا بس نعمل واحدة جديدة. تمام، الآن الكلاس الاب كنترول ايش وظيفته؟ الآن انا لو بطلب الريسبونس تبعي، فالريسبونس هو عبارة عن مجموعة من الطلبات اللي بتتم بنفس الوقت. يعني هو ما بطلبش طلب واحد، يعني انا قلت له روح مثلا جيب لي البوست تبعتي، فهو ما بطلبش بالحقيقة طلب واحد، هو بطلب اكتر من طلب. فالاب كنترول او كلاس الاب كنترول وظيفته انه ينظم هاي العمليات اللي بتصير. تمام، فالآن أنا لو فرضنا إنه أنا رحت جبت البوست تبعت اليوزر، عملت ريكويست عشان أجيب البوست تبعت اليوزر. تمام، عملت كمان ريكويست عشان أجيب مثلا اليوزر نفسه. تمام، عملت كمان ريكويست عشان أجيب مثلا صور اليوزر تبع. فالآن أنا عملت ثلاث ريكويست هدول كيف راح يتم التعامل معهم؟ الثلاثة هدول راح يروحوا للاب كنترول تبعي على اساس هو اللي ينظم هاي العمليات. فراح يجي للاب كنترول، راح يبدوا يفوتوا على النظام. تمام، راح يبدوا يفوتوا على الاب كنترول تبعي، فالاب كنترول راح يخزنهم. تمام،
فالاب كنترول راح يبدأ يخزنهم. طبعا اول واحد بيدخل هو اول واحد بيطلع، تمام؟ فاول واحد دخل لنفترض هو هذا، لان جهاد بعدين جهاد، تمام؟ فاول واحد او اول طلب انا طلبته هو اول طلب بيتم تنفيذه. بمجرد ما ينتهي هذا الطلب، الاب كنترول تبعي بيرسل الطلب الثاني، بيرسل الطلب الثالث، تمام؟ لان اذا انتم فاكرين في موضوع الانترفيس، حكينا في الاندرويد حكينا عن الانترفيس. فالان الانترفيس بيجي دورها في اللي هو في عملية كالتالي. انا يعني مثلا بدي انت اطلب البيانات او اطلب البوست، وبديش يضل اليوزر موجود في نفس الاكتيفيتي لعند ما يتم جلب البيانات هاي. مثلا بدي اعرض له شيء تاني، فبهاي اللحظة بستخدم الانترفيسز علشان لما تنجح هاي العملية يرجع يعرض لي البيانات لليوزر، تمام؟ بشكل عام يعني. الغرض من هذا الشرح انه نحكي انه في عندي كلاس اسمه الاب كنترول، والكلاس هذا مش مطلوب منكم تحفظوه لانه ثابت، راح افق لكم اياه. وظيفته فقط انه بيقوم بتنظيم عملية الطلب، بحيث انه العمليات هاي يتم رسالها بشكل منظم زي ما حكينا، نظام انه اللي بيدخل اول يطلع اول، تمام؟ هذا بشكل مختصر. بضل عندنا نحكي شوي عن عن البوستمان. طبعا البوستمان موجود على، يعني بتقدر تنزلوه سواء على اي نظام تشغيل، سواء ويندوز، ماكنتوش، على اوبنتو، على اي نظام تشغيل بشكل عادي. ما بيطلب اي، ما في اي كيز. طبعا واجهة البوستمان اذا انتم ملاحظين هي عبارة عن واجهة بسيطة جدا. هنا بتقدر تضيف الرابط تبعك، هنا بتقدر تاخد او تختار ايش نوع الريكوست اللي انت بدك تسويه، هنا بتقدر مثلا تعمل طلب للريكوست تبعك. طبعا ايش فايدة البوستمان؟ انه انا بدل ما اروح ما اكون فاهم ايش نوع الريكوست تبعي او ايش اللي برجع لي الريكوست، ما بقدر اتعامل معه. لكن البوستمان هنا بوضح لك ايش نوع الريكوست وايش طلب وايش مرجعات الريكوست، بالتالي انا بكون فاهم انا مع ايش بتعامل. طبعا في هنا حاجة اسمها الكوليكشنز. ايش الكوليكشنز؟ الكوليكشنز هي مجموعة من الاي بي ايز، يعني هي مجموعة من الاي بي ايز اللي موجودة ضمن ملف واحد، فبالتالي هي اسمها كوليكشنز. راح نحكي عنها لقدام بشكل يعني مفصل اكتر. خلينا نشوف نوع تاني من انواع البيانات. لو جينا فتحنا هنا هذا برضو الريه، الري برضو، وهدول الري. خلينا نشوف هاي مثلا ايش هاي. لو باجي اطلع هنا فبداية الريسبونس تبعي هي عبارة عن الري، تمام؟ فبالتالي هاي عبارة عن النوع الرد، عبارة عن جيسون الري. جوا الجيسون الري في جيسون اوبجكت، جوا الجيسون اوبجكت في مجموعة من البارامترز. عند ما اوصل للادرس بلاحظ انه جوا الادرس في عندي جيسون اوبجكت، فبالتالي انا في عندي جيسون اري جواتها جيسون اوبجكت، جواتها مجموعة من البارامترز، وفي عندي واحد من البارامترز عبارة عن جيسون اوبجكت، يعني اوبجكت جواه اوبجكت. طيب تمام، جيسون اوبجكت هذا الثاني اللي اسمه ادرس جواته بارامترز، وجوا الادرس كمان جيسون اوبجكت اسمه الجيو، اللات واللونج، اللاتيتيود واللونجيتيود تبعت اللوكيشن، تمام. لو نزلت تحت اشوف هلاقي انه في عندي كمان بارامترز، والبارامترز هاي فيها كمان جيسون اوبجكت اسمها كومباني، وفيها بيانات الكومباني هاي. طيب بالتالي انا صار في عندي جيسون اوبجكت او جيسون اري جواتها مجموعه من الاوبجكت، وكل اوبجكت فيه ايش؟ في اوبجكت جواه اوبجكت جواه كمان اوبجكت جواه كمان اوبجكت.
هذا الشكل تقريبا يعني راح نتعامل معه في المرحلة المتقدمة، راح نشوف كيف نتعامل أو كيف نجيب البيانات من أوبجكت جوا أوبجكت جوا أوبجكت جوا أري مثلا جوا أوبجكت، راح نتعامل معهم بشكل مفصل. وبلاحظ إنه جميع البيانات لها نفس الشكل، تمام؟ هذا هو باختصار وموضوعنا لهذا يعني لهذه المحاضرة. بشكل سريع للمراجعة، حكينا أول شغلة إحنا راح نتعامل مع الجيسون، قلنا الجيسون هي اختصار لجافا سكريبت أوبجكت نيشن أو تمثيل البيانات باستخدام الجيسون الجافا سكريبت. حكينا إنه الجيسون تبعه بشكل عام الجيسون تبعه بيتكون من عدة أقسام. القسم الأول اللي هو الرابط اللي هو الـ API تبع الجيسون أو الـ API تبعي اللي بيحتوي على الطلب تبعي. الـ API له نوع للـ Request سواء Get أو Post أو Put أو Delete، والمحتوى أو مرجع الـ Request هذا بيكون عبارة عن Response. الـ Response هذا بيتكون من مجموعة من البراميترز اللي فيهم اللي بنقسمه لقسمين، إما JSON Object أو JSON Array. JSON Object ممكن يكون فيها مجموعة من البيانات، والجيسون اري فيها مجموعة من الجيسون اوبجكت المتشابهات في المحتوى، تمام، ومجموعة من البيانات اللي لهم نفس السمة، تمام. هذا كل شيء لمحاضرة اليوم. راح نكمل المحاضرة الجاية ان شاء الله، وراح نتعامل معها بشكل عملي، هنشوف كيف نجيب البيانات منها وكيف راح نعرضهم باستخدام ريسايكل ار فيو. هذا كل شيء لمحاضرتنا اليوم، أشوفكم المحاضرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.